أعزائي، يسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. أنا عصام منير وبرحب فيكم بقناتي على اليوتيوب أطبخ عصام منير أو عصام منير كيتشن. إذا كنتوا جداد على قناتي بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب وتضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا اللايك وكمان الشير، وكمان تفوتوا على الفيسبوك والإنستغرام عصام منير كيتشن وروابطهم موجودة في صندوق الوصف، وتعملوا لايك وفولو وشير عشان يكتر عندي وعندكم الخير. بحب ألفت نظركم أن كل مقادير الوصفات موجودة في صناديق الوصف لكل وصفة، واللي عنده أي استفسار أو سؤال بيقدر يتواصل معي عن طريق الكومنتس أو الفيسبوك والإنستغرام كمان. اليوم رح نعمل مع بعض كريب كيك. كريب كيك فيش حدا ما بحبش الكريب. كريب هو أكل كتير طيبة، شيت كتير مهمة، ورقائق عجين كتير طيبة. فتخيل لما كلها مع بعض يدمجها بكعكة ونحط لها الكريم اللي بيشهي والفراولة الخيالية، شوف الطعمة بدون ما تدوقها، فقط التفكير فيها بتلاقيها اشي خطير. خلينا نجرب مع بعض ونشوف كيف نعملها، وياريت تمشوا في التفاصيل وتدققوا في التفاصيل عشان تنجح معكم. ما بدها صعوبة، ما فيها لا رفخة العجينة ولا نزلة العجينة، لكن هي طيبة بتبيض الوجه، وفعلا منظرها بدون اي ديكور بدون اي تفنن بيطلع خيالي. هلا خلينا نعملها مع بعض ونشوف. بدنا نعمل عجينة الكريب، بنحط كل النواشف مع بعض، الطحين والبيكنج باودر والملح، كل اشي بنحطه اللي انتو شايفينه بالوصفة، نواشف والسكر، بنحطه مع بعض ونخلطه كتير منيح عشان يتوزع في الخليط الناشف. نضيف البيض على الخليط. الأزبط إنه أنا أفقس بيضة في الصحن وأضيفها على الخليط عشان إذا في لا سمح الله بيضة خربانة ما تخرب الخليط، لكن أنا ضامن إنه البيض اللي عندي جديد وطازة وما رح يطلع فيه إشي غلط. ضفت الزبدة وهلأ بدي أخلط كل المكونات مع بعض وأخليهم يتجانسوا. بنوح إنه الزبدة تقريبا دابة، يعني درجة حرارة الغرفة وكتير، يعني هلأ بالخليط راح تروح دايبة على الآخر. بضيف الحليب، وأنا بخلط في البيض وهو ما شفته، ما بخلي العجين يجمد كتير لأنه لما بدي أحط الحليب يصير يغلبني ويعمل كباتير. ومجرد ما نخلط شوي البيض بسرع في الحليب وبضيفه على الخليط عشان ما أتغلب وأصير أحط يصير أعجن عجينة ناشفة وجابسة، والآخر أضيف الحليب ويصير كبكب ويصير يغلبني. لا، أضيفهم كلهم مع بعض وهيك بيصير في عندي خليط كريمي، خليط حريري. بس عشان أتأكد إنه ما كان عندي ولا رح يضل عندي كلكية ولا فتفيت طحين ولا شيء، وهذا من أساسيات عمل الكريب، لأنه الكريب هي لما نحطها بالقلاية لتطلع صفحة أو قرص كتير ملس، فما بدنا يكون في أي إشي ينغص علينا منظرها الحلو. فمنصفيها بمصفاي، وهذا لا يعني إنه راح يطلع عنا إشي أو بيتبقى عنا إشي، إحنا منصفيهم ومننزل كل اللي حتى لو عنا كراتيل مننزلها من المصفاية عشان يطلع زي ما أنتوا شفتوا خليط ملس وسهل وملمس وحريري. هلأ عشان نعمل كريب بنحط في كل مرة قبل ما نعمل كريب فتفوتة زبدة ندهنها على كل القلاية عشان تساعدنا انه الخليط ما يلزق. لازم تعملوا عيار لما تعملوا الكريب، يعني هلأ انا حطيت الكريب بس انا عامل عيار انه كل حبة كريب بده يكون لها عيار. انا مستعمل هون نص كاسة بس قلايتي كبيرة. انتبهوا انتو كيف كنت تعملوا، ممكن اول حبة تنتبهوا عليها، انتوا تجربوا من قلاية لعيار لمج لكب، انتوا بتختلوا انتوا اعملوا بدكم اياه، لكن بالنهاية لازم تطلع شيط مش كتير خميلة رقيقة ولا بصير عندنا كعكة مش حلوة. بعد ما ينشف الوجي نقلبها زي ما انتوا شايفين على الوجي الثاني ومنقيمها ونحطها على شريطة
ونخليها تبرد. أنا مش راح أحكي كيف عم نعمل كريب، أظن مبين بالكاميرا كيف منفرد الكريب. نحط كمية الكريب في القلاية بعد ما ندوب الزبدة، ونصير ندور القلاية عشان العجينة اللي حطناها تتوزع ويصير الحبة الكريب كلها متساوية في السماكة، مش من نص خميلة وعطراف رئة. شايفين ما أحلاهم كيف بيطلعوا؟ نعمل كل الكمية ومنحطها على طرف، وكل مرة بنقيم الحبة بنحطها تبرد، بس بعديها منغطيها، يعني مش تبرد ساعة، لا 10 ثواني تبرد ومنغطيها، بدناش العجينة ترافة تقرقش وتنشف. هلأ بنعمل كريمة الخفق، بنعمل كريم شانتيه سهلة جدا، كريمة خفق شوية سكر بنخفقها بالخلاط. أول شيء على درجة واطية، بعدين بنرفع الدرجة لأحمى درجة وبنتركها تخفق كتير منيح. بنتركها نخفق ومنظرها هو لحاله بقولنا إنه جاهزة. بدنا ننتبه ما بدنا نخفقها بزيادة، لأنه كريمة الخفق بس نخفقها بزيادة بتفصل وبتصير زبدة ومصل الحليب. فعشان هيك هاي زي ما انتو شايفين نوصل على المرحلة الكريمة جاهزة. هلا هون بدنا نحضر كيف بدنا نركب الكعكة. ناخد فراولة اللي عنا، نغسلها كتير منيح، بنشفها كتير منيح، بنقسمها صغير كتير منيح. عنا الكريمة على طرف وعنا الكريب حاضر وبارد. ممنوع نستخدم الكريب سخن، حتى لو عملتيه وبردتيه وحطيتيه بالتلاجة بيكون أحسن مغطى طبعا. هلأ عشان نبدأ نركب كعكة الكريب، بنحط نتفة كريم عشان ما تتزحزحش مع الأول طبقة الكريب في قاع الصينية أو في قاع صحن التقديم، ونحط أول كريب، بنحط عليها كريمة ومنفردها كتير منيح. كمية الكريمة اللي بدك تحطيها برضو هاي انت اختيارية، لكن انا بنصحكم ما بصير تكون رقيقة وما بصير تكون خميرة. يعني انا بهالعيار اللي انتو شايفينه هذا الحبة اللي عملناها، هاي حطينا اول معلقة اول مرة وهي الثانية، خلينا نشوف كيف ده تطلع معنا. يعني اول طبقة، يعني بين كل طبقة وطبقة بنحط معلقتين لثلاثة كريمة ومنفردها كتير منيح. عملية توزيع الفراولة برضو كتير مهم نعرف كيف نوزعها. ما بدنا نعبي كل حبة بالفراولة، ليه؟ لأنه أنت بدك تنتبهي إنه عندك كل طبقة فوق التانية بدي يجيها فراولة، فإذا عبينا أول طبقة وتاني طبقة بتصير كتير عالية، بتصير تغلبنا بالتقسيم. لا، احنا منوزع بين كل طبقة وطبقة ومنحاول نتذكر شو اللي حطينا بالطبقة اللي تحتيها عشان نحط الطبقة اللي فوقها. بمعنى انه اذا حطينا بالطبقة اللي تحتيها على الاطراف منحط في الطبقة اللي فوقها بالنص، لانه اذا حطينا كله اطراف ده تطلع بالنص خافصة، اذا حطينا بالنص بس ده يطلع على الاطراف نايمة والكعكة مش راح تطلع مستوى واحد. فانت بدك توزعي الفراولة بحيث انه تضل الكعكة او كل طبقة احنا بنحطها من الكريب بتكون مستوية ومنظرها حلو، مش مايلة من طرف او مايلة من النص. هاي كررنا الكريمة، دهنا الكريمة زي انتو شايفين، وحتى انا بستعمل ايدي في توزيع الفراولة اسهل بكتير، وبتقدر تتحكموا وين تحطوا الفراولة بالضبط، وما تخافوا انكم هون يطلع في فراولة هون في طلعش، خافوش، احنا في عنا من 18 ل20 طبقة، فإلا يطلع فراولة في كل الطبقات. ولما تقسموا الشقفة رح تشوفوا انه الفراولة متوزعة كتير منيح. هاي تالت طبقة بحط، شايفين في مناطق لازم نحط عليها كريمة نرفعها، لانه في مناطق شوية طلعت نايمة بنحط عليها كريمة، بنخفف من منطقة بنحط فراولة بمنطقة. بدنا يطلع كل مرة بنحط قرص الكريب يطلع مستوي. بهاي الكعكة ما في مكونات كتيرة، فبتمنى عليكم إذا استعملتوا كريمة خفق
تكون طعمتها جيدة وزاكية، والفراولة تكون طازة مش معلبة ولا مفرزة. تقدروا طبعا تستخدموا أي نوع فواكه آخر أنتوا بتحبوه، بس يكون متماشي مع هاي الأكلة. الفراولة هي فواكه زاكية حلوة تقرش، بس في نفس الوقت طرية نقدر نقسمها. إذا حطينا فرضنا تفاح، التفاح وإحنا بنقسم الكعكة رح يصير يغلبنا، لأنه الكعكة أطرب كتير من حبة التفاح. ممكن تحطوا بلوبري، ممكن تحطوا رازبري، ممكن تحطوا أي شيء، بس أنتوا بتكون تكونوا شاطرين وتعرفوا كيف يتماشى هذا هاي نوع الفواكه مع الكعكة. ونقسمها كتير صغير برضو، هاي بتوفر علينا وقت وبتخلي الكعكة أسهل بالتقسيم وما تخرب شكلها لما نقسمها. شايفين مثلا أنا في الطبق اللي تحتيها ما حطيت فراولة بالنص، لأنه اكتشفت أنه عالية من النص لازم نعليها من الأطراف. فأنت اعملي بالانس بين الأطراف والنص في توزيع الفواكه. هلأ هيك حطينا كل الطبقات وفردناهن. أنا ما بحب أحط على الأطراف كريمة، بحب أشوف منظر الطبقات وهي مصفطة وبينات الفراولة والكريمة، كتير أحلى من إنه تغطيها كلها بالكريمة. هيك هي الكعكة أحلى بتطلع معاي. فأنا بحط كريمة على الوجه وبحط طبقة جيدة كتير منيح، أحلى منظرها بتطلع هيك مأوبجي، وبتطلع منظرها مرتفعة والبياض فوقيها زي كأنه تلج، فكتير المنظر أحلى والطعمة بتكون غنية أكتر. وزي ما انتم منتبهين انا بحاول ابعد عن اطراف الجوانب، يعني ما بحب اعمل عليها اشي وما بحب ازين فيها كتير، ما بحب اكون اخليها بمستوى يعني خليكي رفلي بالشغل معها، وشو ما تطلع تطلع السمبليسيتي والبساطة تطلع كتير احلى. شايفين كيف هي لحالها كعكة مجعلكة، في لها طبقات، حتى الكريمة مش لازم تكون كتير مسهمدة على الوجه. بتزينيها بفراولة، بتزينيها باي نوع فاكهة انت بتحبي لي موجود جوا، بتكون طعمتها كتير طيبة. جربوها معنا وقولوا لي كيف بتطلع معكم. أنا شخصيا بحبها كتير، كتير بتتاكل باردة. تأكدوا إنكم لما تحطوها بالتلاجة عشان تبرد تتخطوها، لأنه أطراف العجين بتنشف وبيطلع هون مش إشي لطيف. شايفين كيف الفراولة متوزعة بطريقة كتير منيحة، كل لقمة راح يطلع عنه فراولة، فما تخافوا إنتوا تشتغلوا فيها. صحتين وعافية. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وبشوفكم بفيديو جديد.